صباح الخير يا هايدي. سعدني صباحك يا رشا. كيفك اليوم؟ الحمد لله تمام، وانتي كيفك؟ دائما بنقول الحمد لله على كل شيء بحياتنا. يسعد صباحكم مشاهدي الاخباريه السوريه وين ما كنتم مرافقينا بمشوارنا الصباحي لليوم. بلش معكم ودائما الامنيات الجميله لكم، بنهار يحمل لكم كل الخير الصحه والسلامه والرزق الكريمه. اكيد بدوري بدي اصبح على كل مشاهدي الاخباريه السوريه صباحكم خير وبركه وراحه بال مع بدايه اسبوع جديد وانهار جديد ان شاء الله يا رب. امنياتنا دائما لكم هيدا اليوم والايام الجايه تحملكم كل الخير والصحة وراحة البال. مثل العادة معلومات عديدة وتقارير بمحافظاتنا السورية ومواضيع عديدة رح نتعرف عليها سوا، ولكن بعد الفاصل. بأول فقراتنا لليوم هذه رح نروح للحدث الأهم في دمشق وهو افتتاح معرض الزهور بحديقة تشرين اللي كان انهار الأربعاء. هذا المعرض نظمته وزارة السياحة بالتعاون مع محافظة دمشق وهو بدورته الـ 44 وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوسة. أكيد رشا، وتستمر فعاليات المعرض لغاية 14 تموز المقبل، وأكيد بيتضمن فعاليات عديدة ترفيهية وثقافية وفنية كعروض إنارة وسينما الهواء الطلق وحفلات فنية وترفيهية وأنشطة تفاعلية للأطفال. حنتعرف أكثر كيف عم تكون الأجواء هناك. بسعدنا أنه تكون ضيفتنا لليوم مديرة التسويق والإعلام السياحي بوزارة السياحة الأستاذة ربا ساسيلة. أهلا وسهلا فيك أستاذة. أهلا وسهلا فيك، صباح وصباح المشاهدين جميعنا ووطننا الغالب. أهلا وسهلا فيك أستاذ ربا وصباح الخير. كل حدا زار المعرض خلال اليومين الماضيين يعني لاحظ أنه اليوم في جهد جدا جميل وفي الستاندات حلو، كل شيء حلو ضمن المعرض. هذا دليل أنه كان في تحضير وجهود كتير كبيرة من وزارة السياحة ومحافظة دمشق. خلينا نروح للتحضيرات. تحضيرات الوزارة بدأت مع بداية العام تقريبا مع الشهر الأول، تحضيرات متسلسلة، أعمال إدارية. كان بالبداية تقييم نقاط القوة والضعف اللي واجهتنا بالعام الماضي بالتجربة الماضية ومعالجة كافة ما مرينا به من عوائق أو مشاكل. بعدين كان في مرحلة تحضير دفاتر الشروط للإعلان عن التجهيزات. كانت في أعمال ميدانية لتجهيز الحديقة من أعمال التنظيف والإنارة والزراعة والصيانة والتأهيل لكافة مرافق الحديقة وكافة الخدمات التي تطلبها تنفيذها المعرض، بالإضافة إلى الهوية البصرية والمواد الترويجية التي تعكس صورة المعرض بأحلى حلة له. كافة الأعمال، المراسلات أيضا مع الجهات المعنية، وزارة الزراعة، اتحاد غرف الزراعة، كافة الشركاء في داخل القطر وخارج القطر لتوسيع دائرة المشاركة والاهتمام. تمام أستاذة ربا، لما نقول معرض الزهور الدولي نحن ما بس عم نحكي عن زهور ونباتات، لا نحن عم نحكي عن ثقافة سورية بأكملها. اليوم ضمن المعرض أكيد في أجنحة عديدة ومشاركات إن كانت محلية أو حتى عربية. خلينا نوضح اليوم عدد الأجنحة المشاركة وشو هي الاختصاصات الموجودة. هو معرض زهور أصبحت مناسبة محلية ودولية ينتظرها المشاركين والمهتمين من عام لعام، وطبعا عم نلاحظ بكل عام تزايد كبير بعدد المشاركين بمختلف أنواعهم. لدينا في المعرض هذا العام 237 جناح من المشاتل الزراعية، النباتات المختلفة، نباتات الزينة، المزهرات، الصالونيات، الصباريات، أيضا منتجي المواد الخاصة بتنسيق الزهور، مربي النحل ومنتجات العسل والنباتات الطبية والعطرية. هناك لدينا اهتمام كبير من ناحية الأسر المنتجة والصناعات اليدوية والتقليدية، الصناعات البسيطة. المشاركات كبيرة تصل إلى 60 مشارك. أيضا كان التركيز على التراث اللامادي من خلال إشراك الحرفيين وخاصة الحرفيين من حاضن الدمر التراثية لعرض منتجاتهم وأعمالهم وصناعاتهم والعمل بها أمام المهتمين. هناك أيضا مشاركات لأنشطة ترفيهية، أنشطة تفاعلية مع الأطفال، عروض مسرحية فنية موجهة للأطفال وكافة أنواع التسلية التي يمكن أن تغذي هذه الزيارة وتجعلها أكثر متعة وفائدة للزائر. يعطيكم ألف عافية ست ربا لكل الجهود اللي عم تشتغلوا عليها. مثل ما قلنا اليوم أي حدا
بزور المعرض بحس انه اليوم في جهد جدا جبار. اليوم ايضا كان في مشاركات وموجوده مشاركات خارجيه لعده دول، واليوم هي الاهميه جدا مهمه، تبادل ثقافات، تبادل خبرات. خلينا نحكي عن هي المشاركات الخارجيه. في مشاركات مهمه، السنه شارك معنا 4 دول، العراق ولبنان ومصر وسلطنه عمان. كان في مراسلات للجهات المختصه في هذه الدول الشقيقه، وفعلا كان في تجاوب كبير. يعني حتى اللحظات الأخيرة أو الأيام الأخيرة من افتتاح المعرض كان هناك طلبات، وصلت عدد المشاركات من جمهورية العراق الشقيق إلى 19 مشاركة بمنتجات جميلة وتعكس الثقافة النباتية وتعكس الغطاء النباتي الموجود في العراق. أيضا من جمهورية لبنان لدينا 5 مشاركات، أيضا منلاحظ تميز كل جناح بالمنتجات أو الزراعات اللي هي تتميز بها كل دولة. من مصر ومن سلطنة عمان هناك مشاركتين لكل منهما، وفعلا دائما بنلاحظ في تبادل خبرات، في علاقة وثيقة عم تزداد وعم تتزايد دائما، وعم بيظهر هالشيء باهتمام كبير من قبل المهتمين والنظراء المهتمين بالقطاع الزراعي في الدول العربية الشقيقة. اليوم ضمن المعرض في أعمال يدوية، في مشاريع يدوية موجودة بشكل كتير كبير، وكلنا بنعرف إنه هي الأعمال أو هي الأفكار والمشاريع هي دائما بحاجة لدعم واهتمام وتسليط ضوء عليها. خلينا نوضح هي النقطة، أهمية دعم هي المشاريع ضمن المعرض. وزارة السياحة دائما بكل معرض، بمعرض الزهور تحديدا وبكل المعارض والأنشطة في كافة المحافظات، تهتم بالتركيز على هذا الجانب. دائما عم بيكون في قطاع وقسم خاص بالمنتجات، بدعم الأسرة المنتجة، دعم المرأة العاملة، دعم الجمعيات الأهلية التي تدمج عناصرها في المجتمع ليكونوا ناس فاعلين وأعضاء فاعلين في المجتمع ومنتجين. أيضا لدينا هذا العام تقريبا 60 مشاركة من الصناعات اليدوية التقليدية بمختلف الأشكال، الإكسسوارات، المواد التجميل، الزيوت العطرية، العطور، منتجات العسل ومنتجات النباتات العطرية التي تهم المواطن. يعني بتلاقي في إقبال كبير على هذه الصناعات. طبعا دائما هناك تركيز أيضا على موضوع الذي يهم سوريا بشكل عام، وهو التراث اللامادي. فدائما بكل عام وبمعرض الزهور تحديدا بنركز على منتج الوردة الشامية التي سجلت على قائمة التراث العالمي. الوردة الشامية لدينا كثير من المشاركين لعرض منتجات الوردة، من تصنيعها إلى التقطير إلى استخراج الزيوت إلى تركيب العطور إلى ماء الورد، صابون الورد، كافة المنتجات. وفعلا عم تلاقي إقبال جميل جدا يعني واهتمام كبير يعني. طيب اليوم ست ربا، وقت نحن بننظر لهذا المشروع الجميل اللي كان بحديقة تشرين أو غيرها من المهرجانات والمعارض، اليوم عم نحكي عن واقع اقتصادي، عن تنشيط لدور السياحة في سوريا، خلينا نحكي اليوم عن تأثير هيك خطوة على واقع السياحة عنا. الواقع السياحي والاهتمام فيه يتجلى بشقين، باهتمام خارجي اللي هو متمثل بأعمال، أنشطة، معارض، مشاركات خارجية هدفها زيادة القدوم السياحي. والشق الأكبر الذي تهتم به الوزارة والقطاع السياحي هو الحركة السياحية الداخلية، مشاريع السياحة الداخلية، تنشيط السياحة، سواء طبعا كمشاريع عم تفتحها الوزارة عم بتساهم بتأهيلها وتكبيرها وصيانتها وتأمين مستلزمات السياحة الداخلية للمواطن في مناطق محددة، في الساحل، في الأرياف، في الأرياف الجميلة، في أماكن الطبيعة، بالإضافة إلى القسم الذي يعنى بتنشيط الحركة الداخلية في كل محافظة. معرض الزهور هو مثال كبير جدا ومهم جدا على تنشيط الحركة السياحية الداخلية في مدينة دمشق، طبعا يقصدها زوار من كافة المحافظات وخاصة المحافظات القريبة لمدى أهميته و يعني الاهتمام به. منلاحظ طبعا هو الانعكاس الإيجابي والاقتصادي بيكون بشكل مباشر وبشكل غير مباشر.
دائما في عجلة اقتصادية عم بتدور، وإن كانت بسيطة وإن كانت تشغيل الأيدي العاملة، تشغيل المحلات، المطاعم، الصناعات البسيطة، عم بيكون في حركة تجارية مستمرة، وفعلا عم نلاحظ في إقبال كبير، بالإضافة طبعا إلى الكثير من المهرجانات والمعارض المحلية في كافة المحافظات، مو بس بدمشق، أكيد بكل المحافظات. في دائما خاصة خلال الموسم السياحي الصيفي، الموسم الحالي هناك حركة كبيرة لمهرجانات فنية وثقافية وترفيهية واقتصادية، كلها بتسبب زيادة بالنشاط السياحي والحركة السياحية. أستاذة ربا، معرض الزهور اليوم هو بدورته 44، خبرينا أكثر اليوم شو اللي بيميزه أو شو الجديد فيه عن الدورات السابقة؟ دايماً يمكن في تجديد، في استمرارية، إن كان بعدد المشاركين أو الأعمال الموجودة ضمن المعرض، شو الشيء اللي بيميزه اليوم؟ طبعا هناك زيادة طبعا كعدد كأرقام بالنسبة لنا كمشاركين، سواء بالمشاركات الخارجية هناك تزايد، بالمشاركات المحلية، بالاهتمام الكبير والتركيز أيضا بتوسيع قاعدة الأنشطة. بهالسنة دائما نحن عم نطور موضوع الأنشطة التفاعلية مع الأطفال، عم نعمله خلال المعرض هلأ خلال أيام محددة، أنشطة تفاعلية لتركيب منتجات خاصة بالوردة، ماكيت خاص بالوردة الشامية، منه للتعريف والتوعية بالمنتج، المنتج الوردي، المنتج الثقافي، ولزيادة تفاعل الأطفال. أيضا هناك مجموعة كبيرة من الموسيقيين اللي بيعملوا جو بالحديقة، الرسامين بمختلف أنواعهم، الخط، البورتريه، الرسم التشكيلي، الرسم الفني، الصلصال، وهدول عم بيكون في تفاعل مع الجمهور، مع الزائر، بنخلي الأطفال عم يشتغلوا بإيدهم، أحيانا عم بيعيشوا تجربة، متعة التجربة إنه هن عم بيمسكوا مادة فنية بإيدهم أو عم بيرسموا أو عم بيخططوا لهم اسمهم أو من هالقبيل. هناك عروض للإنارة متميزة مساء، عروض خاصة في جناح وزارة السياحة، أشكال تزيينية جميلة عم بتساهم بحركة وبمتعة للناس، من مجال التصوير، من مجال الاهتمام، ويعني معرض الزهور هو فسحة للعائلة وللأطفال، وخاصة في كل يوم برنامج موجه للأطفال، مسرحيات وعروض سينما في الهواء الطلق، عم بيكون فيها استقطاب كبير ويعني متعة كبيرة للزائر. اليوم نحن عدي بحاجة لهي الفسحة، يعني ترفيهية ثقافية، صحيح. واليوم مثل ما قلنا تبادل ثقافات مهارات، يعني شيء جديد حلو، نحن بحاجة اليوم لنرجع ونجدد يعني بعد هالسنوات اللي مرقت فيها سوريا. وقت نقول وزارة السياحة ما فينا ما نذكر مديرية الترويج يلي من مهامها أيضا أنه تحكي عن المناطق السياحية، تروج للمناطق السياحية بسوريا كرمال يكون في انعكاس للواقع السياحي بشكل إيجابي. نحكي عن المديرية، كيف اليوم عم تروجوا للمناطق السياحية والأثرية؟ هلأ من عمل الوزارة كلها ومديرية التسويق والإعلام السياحي هو الترويج للمواقع السياحية، دائما هناك تجديد واستمرارية وعمل مستمر بموضوع البروميات الترويجية، الهوية البصرية، الوسائل الدعائية المختلفة اللي بتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. أصبح لدينا تطبيق 963 بيروج للمناطق السياحية في كافة المحافظات من خلال جولات افتراضية. من الشخص اللي بيستخدم هالتطبيق ممكن هو وقاعد خلف الجوال عم بيزور موقع سياحي وعم بيتجول فيه وعم بيشوف معالمه وعم بيستكشف جمالية الطبيعة أو الموقع الأثري، أيضا صور 360 درجة. دائما هناك ترويج في كافة وسائل الإعلام، طبعا الفريق الإعلامي دائما شركائنا بالترويج للمواقع السياحية، بالإضافة إلى تعزيز هالشي بالأنشطة والفعاليات الداخلية والمعارض والمشاركات الخارجية اللي كلياتها بمجملة عم تساهم في ترويج سياحي جميل لكل المقومات السياحية في سوريا. يعني اليوم كنا باليوم الثالث هو للمعرض، خبرينا لأيمت هو رح يستمر؟
رح يستمر ل 14 تموز 14 شهر القادم. ولأي ساعة بيستقبل زواره كرمال كل حدا عم يشوفنا يستفيد اليوم؟ بيفتح أبوابه من الساعة 5 مساء وحتى الساعة 11 ليلا. أكيد. طبعا هي دعوة لكل الأخوة المشاهدين المهتمين لزيارة، حتكون تجربة حلوة ومفيدة وممتعة، وأكيد حتترك انطباع إيجابي لدى الأسرة والعائلة والأطفال. أكيد نحن نزوركم أكيد يعني. إن شاء الله شكرا بتشرفونا. أستاذ روبا لحضورك اليوم. أهلا وسهلا. شكرا لكل الجهود، شكرا لكم لكل شيء، لكل هاللوحة الجميلة اللي صنعتوها. شكرا السنة. لكم وشكرا لاهتمامكم، وكل سنة وأنتم سالمين. شكرا لك وبالتوفيق والنجاح لكل المشاركين اليوم ضمن المعرض. أهلا وسهلا فيك أستاذ روبا. إحنا مكملين بفقراتنا، وكونه كنا عم نحكي عن معرض الزهور وحديقة تشرين. طبعا الأربعاء تم افتتاح المعرض وكان في فعاليات جدا جميلة، حنكون بهذا التفصيل لنعرف أكثر عن الفعاليات. فعاليات ثقافية واجتماعية وفنية وعلمية تشمل الطفل والأسرة خلال معرض الزهور بدورته 44 الذي تنظمه وزارة السياحة بالتعاون مع محافظة دمشق في حديقة تشرين. يشارك في المعرض عدد من الشركات المحلية والدولية والشركات المختصة بإنتاج الزهور ونباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية وتنسيق الحدائق ومستلزماتها، ومشاركات محلية تتضمن محلات بيع وتنسيق الزهور ومربي النحل ومنتجي مستلزمات خلية النحل وأعمال الحرف التراثية والمشاريع الأسرية الصغيرة. كل الجهود تضافرت من كل الدوائر الخدمية في المحافظة في الوزارة والوزارات الشريكة لتظهر حديقة تشرين بهذه الحلة الجميلة لنستقبل إن شاء الله آلاف عشرات آلاف الزوار. دائما معرض الزهور هو فرصة أن نشتري بعض النباتات، فرصة للترويج للنباتات السورية للتصدير، لأنه كمان دائما هناك العديد من المشاتل التي تقوم بتصدير نباتاتها إلى دول الجوار، وهي فرصة تصديرية ودعم للاقتصاد الوطني. يهدف المعرض إلى خلق فرص جديدة للتسويق وإتاحة الفرصة للزوار لقضاء وقت ممتع بين الزهور وخلال متابعة النشاطات الاجتماعية والفنية. جميع المديريات على مدار شهر سابق كانت مستنفرة لحتى يظهر معرض الزهور بهي الحلة اللي شفناها اليوم، واللي هي ما بعرف طبعا مو أنا اللي بحكم، أنتوا اللي بتحكموا، يمكن هي من أجمل يمكن جناح اليوم محافظة دمشق، والمعرض بشكل كامل هو بأجمل حلة من 44 سنة إلى الآن. هذا العمل التشاركي اللي عطى أهمية هذا الرونق وهذا الجمال اللي نحن شايفينه، هذا الدورة كان هو له أهمية مميزة أكثر من السنوات الماضية. الإقبال الكثيف من للمشاركة، كان لنا مشاركات خارجية من سلطنة عمان ومصر ولبنان والعراق. يستمر المعرض حتى 14 من تموز المقبل، ويأتي اتخاذه من الوردة الشامية شعارا دائما له كرسالة جمال ومحبة وسلام من سورية الحضارة إلى العالم. صباح الخير عن جديد لكم مشاهدينا. رح ننتقل لفقرة جديدة من صباحنا، واليوم ممكن نصادف أو نسمع عن كثير من الأشخاص المبدعين والمميزين والناجحين اليوم بالحياة بالعديد من المجالات. هون نصير نقول يا ترى هل هنن هيك خلقوا بالفطرة أم عنهم اكتسبوا مهارات بالحياة خلتهم ناجحين؟ اليوم رشا قدين احنا بحاجة اليوم للتفكير الإبداعي لحتى نكون يمكن أكثر مرونة بالحياة، نعرف كيف نتعامل مع أي مشكلة بتصير معنا ونكون فعلاً أشخاص مبدعين، وخاصة بهذا الوقت هادي. نحن اليوم عايشين بعصر السرعة، عصر التكنولوجيا، عصر الذكاء الاصطناعي. قديش اليوم عمل ثورة خلينا نقول يعني، وبرمجة كبيرة. جدا مهمة اليوم كرمال نواكب هي التطور وهذا العصر. نحن بحاجة لنفكر خارج الصندوق، بحاجة لمهارات لحتى نعرف كيف نفكر وكيف نواكب هذا الوقت. رح نروح لنتعرف أكثر على خصائص التفكير الإبداعي وكيفية تطويرها. وضيفنا لليوم هو الأخصائي التربوي الأستاذ إبراهيم الحسين. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك.
اهلا وسهلا بكم، اسعد الله صباحكم وتحيه طيبه لكم وللمشاهدين. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا بحضرتك. عم نحكي عن موضوع كثير مهم، التفكير الابداعي. يمكن اليوم كثير من الاشخاص بتفكر انه التفكير الابداعي هو فقط مقتصر على مجال ان كان الادب او الفن او مجال الاختراعات والعلوم، ولكن اليوم التفكير الابداعي هو شيء كثير مهم واساسي بحياتنا اليوميه. خلينا نعطي تعريف مبسط اليوم، نحن شو بنقصد بالتفكير الابداعي؟ تماما. بداية يعني دعونا نتحدث عن التفكير بالعموم، وهو سلسلة من العمليات العقلية التي تحدث في دماغ الإنسان نتيجة مثير ما يستقبلها عبر الحواس مثلا. والتفكير له أنواع كثيرة، طبعا العلماء ولا سيما علماء النفس تحدثوا عن كثير من أنواع التفكير، أبرزها التفكير الاستدلالي والتفكير العلمي والتفكير الناقد والتفكير الإبداعي والتفكير ما وراء المعرفة مثلا. التفكير الإبداعي هو عملية عقلية تتميز بالشمولية والتعقيد والابتعاد عن التقليد، وتقوم على عوامل، أبرز هذه العوامل تكون عوامل معرفية أو عوامل انفعالية أو عوامل أخلاقية، ولا شك أنها تهدف إلى إيجاد حلول مبتكرة لما يواجه الإنسان من مشكلات. طيب أستاذ إبراهيم، حضرتك اختصاصي تربوي، واليوم من خلال عملك ومجالك أكيد عم تشتغلوا على أساسات لتطوير هاي المهارات. شو هي أهم المهارات اللي مفروض نحن نعتمد عليها لتطوير التفكير الإبداعي؟ تمام. طبعا كل المهارات العقلية مطلوبة، ويجب على العملية التعليمية عموما والمؤسسات التربوية عموما والمناهج التدريسية أن تضعها بحسبانها، يعني سواء كانت مهارات تفكير إبداعي أم مهارات أخرى، لأنه لا يمكن الاستغناء عن أي نوع من أنواع التفكير. أما التفكير الإبداعي فله خصائص يجب أن يتميز بها صاحب هذا التفكير، وهي الحرية، التحرر من القيود والمعلومات المسبقة أو الثابتة أو الجامدة، الشجاعة، الجرأة في عرض الرأي مثلا أو البحث عن رأي جديد، البحث عن أشياء غير تقليدية. هذه أهم المميزات التي تميز الشخص الإبداعي. أما خصائص التفكير الإبداعي التي يجب أن تتوفر فيه فهي نقول الأصالة والمرونة والطلاقة والحساسية للمشكلات والتخيل أو التخيل. الطلاقة مثلا أن يكون لدى هذا الشخص القدرة على ابتكار الحلول الكثيرة، الجمل الكثيرة، المفردات الكثيرة حسب المجال الذي يتحدث فيه. والمرونة هي القدرة على التكيف مع مستجدات الواقع الذي يعيش فيها أو مستجدات المشكلة. الأصالة أن تكون الفكرة فعلا جديدة، يعني غير مطروقة سابقا وغير تقليدية. التخيل يكون لديه القدرة على الاعتماد على خياله ليجنح بعيدا عن التقليد ويأتينا بالأفكار الجديدة. الحساسية للمشكلات تكمن في أن يكون لديه زيادة في الحساسية لاكتشاف المشكلة التي قد تخفى على غيره. فشخص صاحب التفكير الإبداعي يلتقط المشكلات بدقة قبل أن يلتقطها الآخر، فيسعى إلى البحث عن حلولها. يعني هذه بالإجمال أبرز خصائص التفكير الإبداعي والمفكر المبدع. تمام. من خصائص التفكير الإبداعي ولجانب هذا التفكير في عنا التفكير الناقد، إن كان سلبي أو إيجابي، إن كان نقد الواحد ينقد حاله أو ينقد لآخرين. خبرنا أكثر أستاذ اليوم عن الفرق اليوم بين التفكير الإبداعي والتفكير الناقد. تماما. أبرز الفروق، التفكير الإبداعي يفكر في الآتي أو في ما هو غير حاضر غير موجود الآن، إنما يبحث ليخلق شيئا جديدا. التفكير الناقد يفكر في المادة الموجودة الواقعية، فيعتمد على مهارات مثل التحليل والتصنيف والمحاكمة العقلية والموازنة وصولا إلى اتخاذ القرارات مثلا المناسبة أو تعديل سلوك معين أو تعديل مجرى حياة. أما التفكير الإبداعي كما قلنا هو الهدف منه البحث عن حلول جديدة لمشكلة قائمة أو ابتكار أمور غير موجودة أصلا. فهذه من أهم الفروق بينها. الخصائص تحدثنا شيئا عن الخصائص الإبداعية. أما التفكير الناقد مثلا فعلى المفكر الناقد أن يكون موضوعيا، أن يتسم بالنزاهة، الصدق في تعامله، الابتعاد عن الانفعالية والعاطفة،
لكي يستطيع التمييز بين كما نقول ما هو صواب وما هو مثلا خلاف ذلك، لكي يتجنب الخطأ ويعتمد مثلا الصواب، ويطور بالتالي من نفسه، شخصيته أو مجتمعه أو الأمر الذي يتحدث عنه. طيب أستاذ، وقت اللي منقول تفكير إبداعي ونتوجه فيه للأطفال، يمكن ننجح أكثر ما نروح نطبقه على شخص كبير. كون الطفل أنت اليوم عم تقدر تأسسه تعطيه هي المعلومة ويكبر عليها، بينما أنت عم تجيب حدا كبير عم بدك ترجع تعطيها، فما حيكون تأثيرها إيجابي مثل الطفل. اليوم أنا كيف قادرة ربي ابني على هي المهارات كرمال أنه يحملها معه للمستقبل؟ تماما، لا شك هو التعلم كما يقال في الصغر أو التعليم كالنقش في الحجر، والتفكير مهارات يمكن تعليمها. يعني من الأغلاط الشائعة أن نقول عن طفل معين أو طالب معين هذا مستواه ولا يمكن أن يتطور مثلا أكثر. لا، كل إنسان لديه مجموعة من القدرات العقلية ولديه مجموعة من الذكاءات المختلفة، ولكن تحتاج إلى من يكتشفها وينميها. فلذلك فرصة التطوير عند الأطفال لا شك أكثر من فرصة التطوير عند الكبار. طبعا الواجب الأكبر هو على المناهج التعليمية أن تدخل مهارات التفكير أكثر في المناهج في جميع المواد، يعني لا تستثنى أي مادة، لأن الطالب يحتاج إلى كل المواد، ولكن يحتاج إلى أن يكون مفكرا فيها. ويعني هناك نظرية تقول أن تكون مواد خاصة بالتفكير، تعلم التفكير بعيدة عن المنهاج. الأفضل هو دمج مهارات التفكير مع المواد التدريسية. في منهاج مونتيسوري يبدأون بهذه العمليات وهذه التدريبات منذ المراحل الأولى للروضة مثلا، تأسيسية. نعم، يعني يكون عمر الطفل تقريبا 3 سنوات. نعم، فيستطيعون بذلك أن ينموا عنده كثيرا من المهارات الإبداعية. عندما يخلق هو بطريق اللعب أو بطريق الابتكار يخلق أشياء قد لا نتوقعها منه. هناك بعض العلماء، علماء النفس، الذين بحثوا في هذا الأمر، وجدوا أن هذا الأمر يمكن أن يطبق على بعض الأطفال الذين لديهم 30 شهرا فقط. يعني تخيل، يعني عمر أصغر، يعني يمكن أن نبدأ معه في مثل هذه المهارات. ويمكن هذا ذكرت نقطة حضرتك، الدمج إنه بالمدارس، وخاصة هلأ صرنا نشوف اليوم تغيير بنظام الأسئلة للأتمتة. اليوم عم يعتمدوا ببعض الأسئلة على رؤية الطالب اليوم كيف ممكن يحل هذا السؤال. تمام، على إبداعه. لكن اسمحوا لي أن أعلق هنا تعليقا، يعني وإن كان مقتضبا. نسمع كثيرا من بعض الطلاب أن الأسئلة فيها إشكالية، الأسئلة فيها صعوبة، الأسئلة اليوم خارج التوقعات أو خارج المنهاج. في الحق يجب أن يكون لدينا دائما أسئلة تعتمد على استفزاز قدرات الطالب وتقيس المهارات الحقيقية للطالب، بعيدا عن البصم والتلقين المباشر أو التدريب عبر القوالب الجاهزة التي نسميها قوالب معدة مسبقا وجاهزة. أعطيكم مثالا من مادتنا اللغة العربية، كثيرا ما يأتي الطالب ويحتاج مثلا إلى مقدمة تصلح لجميع مواضيع التعبير الأدبي مثلا. سهل على حاله. تمام، يعني لا، نحن نعطيك خصائص المقدمة الناجحة وأنت عليك أن تتكيف وتخلق المقدمة مثلا، وهكذا سائر الموضوع مثلا الأدبي. الطالب صار يعتمد الاستسهال في كل شيء. نحن نحتاج من المؤسسات التربوية ومن أولياء الأمور أن يشجعوا الطالب على الاعتماد على نفسه أكثر وأعمال عقله أكثر وأكثر لكي يصبح شخصا منتجا. يعني الآن أنا درست وأنهيت مثلا الثالث الثانوي لنفترض العلمي، وبمعدل أدخلني كلية الطب مثلا البشري. إذا كنت قد حصلت هذا المجموع بالعمل والتفكير والعقل والوعي والفهم والإدراك، أستطيع أن أتابع وأكون من المتفوقين وأنجز أكثر وأكثر. أما إن كان العكس مثلا، اعتماد على شيء جاهز، وأحيانا يعني يحصل الطالب على علامات بقدرات عقلية متدنية، لأن الأسئلة الآن ما تزال في حدود يمكن يعني مواكبتها بالقدرات الضعيفة، فهذا لن يستطيع النجاح أكثر في دراساته العليا أو الإبداع والابتكار أكثر.
طيب استاذ ابراهيم، خلينا عند فئه الاطفال وتحديدا طلاب المدارس اليوم، خلينا نوضح نقطه كثير مهمه. كثير من الاهالي اليوم بيقولوا لك انه انا اذا ابني شاطر بالمدرسه، علاماته عاليه، دائما هو ناجح، هو معناتها مبدع، عنده خصائص التفكير الابداعي. هل هذا الشيء اليوم صحيح انه نحن نربط الابداع بالتحصيل الدراسي للطلاب ام لا؟ يا ريت نوضح هي النقطة. تماما، وصلت الفكره تماما. لا، ليس بالضروره من يحصل على علامات عاليه في المدرسه او التحصيل العلمي ان يكون لديه القدرات العقليه العاليه او لديه مهارات التفكير الناقد او العلمي او الابداعي خاصه. التفكير الابداعي يحتاج من الطالب الى امور مختلفه عن التحصيل العلمي. التحصيل العلمي قد يقوم على كما ذكرنا سابقا على مادة موجودة لديه بمساعدة المدرسين، يستطيع الوصول إلى حالة من الفهم أو درجة من الفهم، وما تبقى يكون البصم. أما أن نضعه في مشكلة ونطلب إليه حل هذه المشكلة فعليا، فنجده يصطدم بهذه المشكلة ويبدو عاجزا. أعطي مثالا يسيرا على ذلك. نحن في مدارس المتفوقين نختبر الطلاب في مرحلة الصف السابع أو مرحلة الصف العاشر اختبارا موحدا على مستوى القطر، لكي يعني يدخل المؤهل الناجح بعلامات عالية في هذا الاختبار. فعندما يأتون إلينا بداية أحيانا يعني في بعض الدورات التي ندربهم فيها على القدرات العقلية ومهارات التفكير واختبارات الذكاء، مثلا في اليوم الأول كلهم متفوقون ومنهم من يعني نال درجات قريبة من التامة أو تامة في المجموع، ولكن ببعض الاختبارات التي تعتمد على التفكير أو الذكاء الذي لم يعتد عليه سابقا يقف عاجزا أمامه. ولكن بعد التدريب وتوضيح بعض نقاط التفكير التي يجب أن يرتكز عليها وإعطاء مهارات يتسلسل في السير فيها، نجده مثلا في بعد أسبوع من الدورة يصبح قادرا على حل كثير من المشكلات أو الأسئلة التي قد تعترضه. طيب خلينا هيك نستفيد من وجودك أستاذ ونعطي أمثلة كمان عن التفكير الإبداعي، يعني أمثلة من الواقع، يعني كرمال هيك نبسط القصة للناس أكثر. تماما، التفكير الإبداعي يحتاج إلى استراتيجيات، يعني لا يوجد تفكير مطلق. من أبرز الاستراتيجيات التي تساعد على تنمية التفكير الإبداعي أو التي نمارسها مثلا في الغرف الصفية، حتى نحول الصف من صف متلقي سلبي إلى صف منتج مبدع، والمدرسة كذلك، مثلا استراتيجية العصف الذهني، يعني نعرض أي مشكلة من الحياة، نختار مثلا طالبا من الطلاب ونجعله يقدم مشكلته مثلا أمام زملائه ونطلب إليهم الحلول ونفسح المجال لكي يقدم كل منهم حله أو رؤيته لهذه المشكلة، أو المدرس نفسه يعطي ونتلقى جميع الاستجابات أو الإجابات دون تمييز ودون نقد أو دون صبر، لكي نفسح المجال لإعطائنا. استراتيجيات في التعليم التعاوني كذلك، استراتيجيات يعني كثيرة التي تعتمد من الاستراتيجيات. مثلا أعطيها مثالا، استراتيجية أنا طورتها عن استراتيجيات معروفة فأسميتها دائرة تطوير الإبداع، يعني مثل هذه الطاولة يجلس 4 طلاب 3 طلاب أكثر بقليل، وأعطيهم كل منهم ورقة فيكتب كل منهم مقدمة مثلا لموضوع معين أو جزء من مثلا يكتب جزءا من مقالة، ثم بعد زمن معين تدور الورقة فكل منهم يستلم ورقة من قبله ويسلم ورقته إلى من بعده. فالآن المهمة هي أن يقرأ كل طالب ما كتب زميله وأن يطور، وهذه إحدى أهداف التفكير الإبداعي، أن نطور الحلول الموجودة. وليس ينتقد. تماما، لا ليس للنقد أبدا، تطوير فقط. تطوير، يعني أنا أريد نسخة أجمل، نسخة مطورة. تمام، لا أريد أن تقول لي هنا أخطأ وهنا مثلا أجاد، لا أريد أن تطور. وهذه يعني عندما تدور الورقة وتعود إلى صاحبها ينظر فيما طور له مثلا أصدقاؤه أو زملاؤه فيأخذ منها فينتج لدي أفضل نسخة يمكن أن تكتب مثلا من هذا. طبعا هذه الاستراتيجية يمكن أن تعمم على الحياة في أي مكان، في أي منصب، في أي مؤسسة، أي مدير يمكن أن يأتي، فعليه أن لا ينسف مثلا عمل المدير السابق بالكلية
عليه أن ينظر يدرس أولاً ما الأمور الجيدة التي يمكن أن يعتمد عليها، وما الأمور التي يمكن أن يبتكرها أو يسعى إلى تطويرها، أو أمور مثلاً جديدة بالكلية يضيفها حتى يتم، ومن يأتي بعده كذلك. فنبقى في مسار تطوري باتجاه الأعلى دائماً. أما إن نسفنا وعدنا إلى نقطة الصفر ويأتي من بعدنا وينسف ويعود إلى نقطة الصفر، فنحن في مكان واحد، وهذا من أكثر المشكلات حقيقة التي يعاني منها ربما المجتمع العربي كاملاً. يعني أن دائما نراوح في مكاننا، والدول المتقدمة تسعى جاهدة ويعني تصل وتنتج وتطور، ونحن نبقى داخل نحاول اللحاق بها ولا نستطيع. لا، علينا أن نعتمد على هذه الاستراتيجيات حتى نبتكر ونجاريهم أو حتى نسبقهم. تمام، حكينا كثير عن أهمية التفكير الإبداعي اليوم وخصائصه وإيجابياته بحياتنا. خلينا نوضح نقطة، المعوقات اللي ممكن تواجه التفكير الإبداعي عند الشخص، هل هو ممكن خوف من الفشل، التوتر، التردد بالحياة؟ خبرنا أكثر عن الموضوع. تمام، قلت في البداية التفكير الإبداعي يحتاج إلى الحرية. يعني أول ما يحتاجه التفكير الإبداعي هو البيئة الصالحة. طيب، هذه البيئة قد تكون بيئة الأسرة وقد تكون بيئة المدرسة ثانيا، هذه أهم البيئات. طبعا لا شك هناك بيئات يعني العمل، ولا سيما مثلا بيئة العمل لديكم، يعني يمكن لأي مقدم منكم أو معد أن يسعى إلى التطوير، أن يبتكر، يغير ربما في الأثاث، يغير في الاتجاه، يغير في الإضاءة، يغير في المكان، فيبقى دائما الخلق. الذي يواجه الآن الطفل أو الطالب عموما بعض الأمور التي قد تحد من هذا التفكير، منها ذكرتي مثلا الخجل، يكون لديه هو الخجل يعني الطالب، فهذا يحتاج إلى بيئة تشجيعية، يعني يجب أن ندعمه، أن نشجعه، قل ما لديك ولا تخف، لا تخشى شيئا. أو يكون عكس ذلك، هي عكس التشجيع مثلا السخرية أو التهديد. صحيح. يعني إن كان مثلا في البيئة الأسرية أو في البيئة مثلا التعليمية، أنا أمنع ابني أو أمنع الطالب من أن يفعل هذه أو يفعل هذه، فهو لن يستطيع الابتكار، لأنه سيبقى في حدود ضيقة أنا قد صنعتها له. لا، يجب أن أشجعه. إذا نبتعد عن السخرية، نبتعد عن التهديدات، نشجع، نخلق البيئة المناسبة. الآن مع الأطفال كثيرا كثيرا جدا ينفع اللعب، يعني أن نتيح له مثلا ما يفعل، وأن ننمي ميوله الإبداعية أيا كانت. يعني مثلا نجده ميالا إلى الرسم، أحدهم ميالا إلى الموسيقى، أحدهم ميالا إلى الغناء، أحدهم ميالا مثلا إلى الابتكار في تشكيل الصنع. شوف أطفال من لا شيء بيصنعوا شيء. تمام، يصنعوا هذا الأمر. يعني عندما نراقب الطفل حقيقة نجده هو يواجه مشكلة ثم يحلها. يعني أنا أعطي مثالا، ابني الصغير لا يعني لم يتجاوز عمره الرابعة، كان يرسم في ورقة، فوجد أن الورقة لم تعد كافية لإتمام الرسمة، فجاء بورقة إلى يمين الورقة الأولى وورقة إلى يسار الورقة الأولى، وتابع في الخطوط التي يرسمها بدقة، يعني باتجاه اليمين وتابع في اتجاه اليسار، فحتى تكتمل مثلا معه بطع وام أستاذ اليوم. أكيد اليوم كما ذكرت حضرتك، المتابعة للطفل وتطوير مهاراته جدا مهمة، وخاصة كونه نحن اليوم عم نواكب عصر يعني تماما عصر صعب، يعني سرعة وذكاء اصطناعي لا يمكن تماما إلا أن نواكبه. فاليوم الطفل هو أماني ومسؤولية كل حدا فينا. بنتشكر حضورك اليوم، نتمنى لك التوفيق بعملك أستاذ. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا بكم، شكرا لك ولوجودك معنا لليوم. أهلا وسهلا فيك. باش مكملين بمشوارنا الصباحي، ورح ننتقل مباشرة لتاني تقارير لليوم من طرطوس، ومحاضرة بالمركز الثقافي بعنوان تاريخ المرض النفسي والاكتئاب وسبل العلاج. منتابع ومنرجع. تاريخ المرض النفسي والاكتئاب وسبل العلاج هو موضوع محاضرة في المركز الثقافي بمدينة طرطوس.
للمحاضرات بشكل عام دور توعوي وتثقيفي في كافة المجالات وفي كل الأوقات، سيما محاضرة عن العلم النفس والاكتئاب. بظل هذه الأوضاع الراهنة اليوم، الكثير من الناس يعانون من مشاكل في الصحة النفسية، ما بيقدروا يفهموا شو صاير معهم، ما بيقدروا يفهموا الأعراض، فجدا مهمة هذه المحاضرات اليوم. الاكتئاب مرض يعني يعاني منه ليس فقط في سوريا ولكن في كل العالم، ملايين من الناس تعاني من مرض الاكتئاب. فاليوم رح نسلط الضوء على العلم، أولا تاريخ علم النفس والمرض النفسي، على الاكتئاب وتغيرات الدماغ بشكل عام وكيفية العلاج. وخلال المحاضرة تم تبيين أهمية الصحة النفسية وتاريخ علم النفس وأسبابه، إضافة إلى طرق وأساليب علاج الأمراض النفسية. جايين نحفز عقلنا على التفكير، وخاصة الموضوع على الاكتئاب واليأس والقصص هي كتير بتهمنا كلياتنا. نحن هلأ كتير نسمع عن أمراض الاكتئاب، جاي نسمع ونشوف الدكتورة شو تفسير العلمي وشو العلاج. نتمنى هيك ندوات تكون موجهة للجيل الجديد، خاصة بهاي الأزمة. يعني الاكتئاب كتير، إن كان من ناحية الأوضاع، إن كان من كافة النواحي، يعني أهم فئة إن تستفاد هي الشباب. أهمية المحاضرة تكمن في دورها التوعوي والتثقيفي لمواجهة الحالات النفسية والاضطرابات في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الإنسان. محمد حسن، الإخبارية السورية، طرطوس. ومكملين معكم مشاهدينا بفقرتنا الصباحية، وهي آخر فقرة معنا لليوم، بتغطية لفعاليات معارض الزهور. وأكيد ضيوفنا اليوم هنن مشاركين هاي السنة، وكان لهم مشاركات قبل من سنوات ماضية. ومن أهم نشاطاتهم اللي حملت عناوين جدا مهمة: ماذا لو زرع كل منكم شجرة أمام منزله أو في شرفته؟ ماذا لو لم نرمي القمامة في البحار والحدائق وأوقفنا تصريف الصرف الصحي إلى الأنهار؟ وماذا لو وضعنا علب المياه وما تبقى من طعام الطيور وقطط الأحياء ولم نسمم الكلاب الشاردة؟ هي تساؤلات كثيرة مشاهدينا أطلقها فريق مجد التطوعي، يلي أطلق مبادرته عام 2020 من أجل زراعة أكبر عدد من الأشجار والنباتات للحصول على بيئة خضراء صحية ونظيفة. اليوم بيسعدنا يكون معنا الآنسة غالية الطباع، مؤسسة فريق المجوديات. أهلا وسهلا فيكي. وأكيد نور الدين شربجي، مسؤول تنسيق في المعرض. صباح الخير. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيكم، نورتونا. صباح النور. شكرا كثير على المقدمة الحلوة، يعني جد سرت ونقط مهمة عندنا. أهلا وسهلا يا غالية. اليوم إحنا واجبنا نضوي على كل تعب، على كل مجهود من شباب سوري اليوم تواجد. خلال سنوات كنا بحاجة جهودهم، وكنتوا موجودين مثلكم مثل أي فرق سوري. أهلا وسهلا أستاذ. بداية خلينا هيك منك نرجع نتعرف على هذا الفريق الجميل وأهم نشاطاتكم. أول شيء نحن فريق تأسس بعيد الحب بسنة بيعتبروها العالم مو كتير حلوة، سنة 2020 يعني تبع الكورونا والعجقة وكذا هيك، ولكن يعني دائما في أشياء حلوة بكل شيء. كنت عم تحكوا شغلة كتير حبيتها، هي تبع أنه على القطط وكل الكائنات الحية حوالينا لها حق بالبقاء، ونحن لازم نذكر بهذا الشيء دائما، من الأشجار لأي كائنات حية، للقطط، لأقل جرثومة صغيرة يعني عايشة، هذا التسلسل، هذا المحيط الحيوي اللي حوالينا كلاته هو نحن جزء منه، نحن مو بس مسؤولين عنه. يعني هي قيمة مثلا أخلاقية لازم نضيفها لإلنا، حتى روحانية، حتى بالأديان بيقولوا لك مثلا سيدنا نوح بزمانه نأمر أنه ياخذ من كل الكائنات الحية زوجين، لأنه نحن مسؤولين عن هدول الأشياء وهن مثلهم مثلنا بصراحة. يعني فأحيانا الإنسان بغطرسته وتدميره وكذا بيفكر أنه بس هو، بينما يعني أهمية الغابات، أهمية الشجر للطب، لأي شيء، نحن كثير محتاجين هدول الأشياء، وهي رح تبقى بعدنا. يعني بعد 200 سنة ما حيبقى منا حتى تيابنا ولا بيوتنا ولا سياراتنا، كل شيء عم نركض مشانه حيبقى شجرة زيتون. و ما عم اذا حكيت كثير، بس يعني حتى بيقولوا لك الارض لما خلقت اول مره كان بمركزها شجره مقدسه. يعني كانوا لما القدماء لما مثلا يولد طفل عندهم دائما يقرنوه بتوأم له، هي شجره يزرعوها دائما. اليونان عاقبوا اللي بيقطع شجره بالموت لانه هي كانت ملاذ الارواح باعتقادهم. فيعني هي شغله كثير جدا حكيمه ومهمه،
ولازم كثير نحافظ عليها بكل قوتنا يعني. اكيد وكلام كثير حلو منك غالية. خلينا ننتقل لعند حضرتك استاذ نور الدين. حضرتك اليوم مسؤول تنسيق بالمعرض، دائما اليوم قبل المشاركه باي معرض او اي فعاليه او اي مشروع نحن بحاجه لتنظيم لتنسيق لاليه معينه انتم بتمشوا عليها، اليوم خبرنا اليوم عن مراحل تحضيراتكم للمعرض. نحن تحضيراتنا بتبلش تقريبا قبل 4 أو 5 أيام من المعرض. بتواجد دائما ضمن الفريق ضمن الأجنحة، يعني في أشياء موقف، في أشياء نحن بنتخذها قبل المعرض. تمام. اليوم تكونوا متواجدين بصورة للناس تعودت عليها، اليوم وجد كل حدا زار المعرض بنسخته أو دورته الـ 44 لاحظ أنه اليوم في جمالية بهاي السنة، يعني حضرتك اليوم عندك ستاند وعم تأدي واجبك اللي هو هدف من أهداف الجمعية. خلينا نحكي عن التميز اليوم بمعرض الزهور، شو حبيتي؟ شو لقيتي اليوم في شيء مميز؟ هلا نحن هي ثاني سنة بنشارك فيها، هي النسخة 44، يعني هي شغلة بتميز سوريا كلها اصلا، كثير يعني احتفالية حلوة ومهرجان بجنن. طبعا مشاتل زهرة الشام نور هو جزء من فريقنا، هن من فريق مجد، هن دائما بيدعموا فريقنا وبالاشجار يلي بنهديها للعالم ببلاش، مثلا اشجار وزهور وورود وكل الزرع عندنا، مثلا ياما بنزرع حدائق بيقدم لنا هو كمان ورود بيقدم لنا هيك، فهن جزء من فريقنا حلو. هذا هي السنه طبعا بلاقي كل اللي عم يشوفونا على الفضائيه السوريه اوعى تروحوا عليكم المعرض اخباري. المنظر بجنن، تلاقي العيله ماشيه، هذا اللي حامل شتله، هذا اللي حامل ورد، الاجنحه كلها بتريح لك نفسيتك، الهوايات بحديقه تشرين، زائد انه مثلا في شغلات هاند ميد كثير باسعار حلوه، شغلات للبيت بظل قطع الكهرباء، الفخاريات لما بتحطي فيها المي بتحافظ لك على بروده المي بتنقيها، حوالينا كمان في منهم النوافير باسعار يعني 200,000 ليرة فيك تجيبي نافوره بتجنن لبيتك تحطيها، يعني شغلات كثير كثير اوعى حدا يروحها عليها، يعني لسه في 15 يوم للمعرض اسبوعين، بنصحكم من اليوم انزلوا وجيبوا قبل ما تنقص الشغلات. بكفي اليوم هاي الاجواء يعني. صحيح. كنا عم نحكي انا وهادي انه اليوم مشجعين المسويات بس. تماما. ويمكن رشا لفتني شغله اليوم عندكم ضمن الجناح غاليه شجره الامنيات، خبرينا عنها اكثر اليوم، قد ايه حبوها الناس وقد ايه تفاعلوا معها؟ كثير كانت حلوه. هون طبعا بدي اشكر فريقنا يلي كل واحد مستلم زاويه، واللي بينزل هذا عم يركب الكهرباء، هذا ورد عم نور عم يجيب لنا الشجرات الوردات، وطبعا شجره الامنيات هي دائما عنا بالفريق. فهلا عم نجيب مثل ورقات كل واحد بيكبسها عند الشجره، وهيك نتوصل ان الشجره تواصلين ليتحققوا شيء 9 أمنيات كهرباء بس والباقي ان شاء الله انجح بالتاسع، ان شاء الله الامان لسوريتي ترجع، يعني امنيات بتجنن بتجنن. نحن اخر شيء حنحاول نجمعها يلي يعني بنقدر مثلا نحققه للعالم. حلو. اذا شغلات بسيطه حنحاول نحققها، وهي مجرد انه تربطي امنيتك بشجره بارض سوريا أكسجين حلو، يعني تطلع لآخر سنة. حلوة الفكرة. بعتقد لازم تكبري الشجرة غالية لأنه هي كثير كبيرة هالمرة، بنص جناح عمي بس روح حطلك واحدة. كان لكم تجارب غالية بتحقيق بعض الأمنيات بالسنوات السابقة، خلينا هيك نستذكر من خلال صباحنا لليوم. هلأ لك لك صراحة، نحن مثلا في أمنيات كنا بنتمنى نحقق بس اللي حاطط لنا آيباد ومدري شو هدول ما قدرنا نحققهم، بس الحمد لله يعني في أشياء بتصير بالصدفة، مثلا دكتورة عيون شفناها بالصدفة بنفس اليوم نحن وعم نحط الأمنيات، عم بتقلي قلت لها عم نعمل الأمنيات وكذا، وهلأ زلمة عم يفقد النظر شوي شوي بعيونه لبسبب ظروف اقتصادية وفي نوع قطرة بده يستخدمه وألف قصة، فبصدفت هي نفسها عالجته ورجع له نظره الحمد لله مثل قبل وكذا، وهيك أمنيات تانية صغيرة يعني عم نحاول نحققها، بس دائما الله بيسخر لك شيء انه صحيح. بالصدفه انه اليوم اتمنى هذا العيون وكذا، بتجيك دكتوره العيون شو فيني ساعد انا لفريقكم، وهيك يعني ان شاء الله يا رب تتحقق كل هيدي الامنيات غاليه. نرجع لعندك نور الدين، خبرتنا انه التنسيق دائما ببلش قبل باربع ايام التحضيرات. تمام. طيب اليوم شو هي الصعوبات او المشاكل يلي واجهتكم خلال التحضيرات للمعرض؟ خبرنا تفاصيل اكثر. هلا بالمرحله الاولى ما كان في صعوبات يعني كثير بدايقه، بالمرحله الاولى كان كل شيء جاهز تقريبا، والمحافظه كانت مقدمه شيء، والوزاره الزراعه ووزاره السياحه كانوا مقدمين شيء مميز يعني السنه.
ما في اي صعوبات او اي شيء. تمام ما في شيء. مشت الامور طبعا. منيح حتمينا لانه دائما هو ليك. دائما موجودين كل سنه. اليوم تعود على المكان اليوم شيء كثير ايجابي. ومثل ما قلنا نحن نوهنا ببدايه صباح انه اليوم وزاره السياحه يعني تشكر قدمت جهود جباره بالتعاون مع محافظه دمشق لتسهيل اليوم هي الستاندات للتنظيم بشكل جدا جميل. طيب اليوم كرمال نحن نكفي بهذا المشروع الجديد مجد 2020 نحن بحاجه لتطوير، بحاجه لانشطه وخطط جديده لحتى نضل موجودين، اليوم شو عم تحضروا؟ هلا نحن كمان يعني بدنا حابين نصير نقطه هلا انتخابات مجلس الشعب، في كثير منهم حاطين مجرد صور وفي منهم حاطين خطط انتخابيه، نحن بنتمنى دائما يكون في تشريعات تحمي البيئه اكثر، نشتغل على قوانين تحمي الحيوانات، تحمي البيئه، تحمي هدول الشغلات، فنحن يعني بنتمنى من جوات قلبنا عن طريق الاخباريه انه كله يحاولوا يركزوا على هذا الجانب لانه هي حضاره لسوريا، يعني ما بصير بلد مثل سوريا ما يكون فيها قوانين مثل هي، طبعا في قوانين مصدرها سياده الرئيس من قبل يعني اعدام اللي بيحرق الشجر او اللي بيساوي كذا، ولكن تاكيد انه مثلا على قوانين حمايه الكائنات كلها يعني المدارس الوعي اكثر يكون هدول التشريعات. فانت كان سؤالك عن المعرض شيء ما لانه عن خططكم لليوم شو محضرين لبكره يعني خططنا اليوم بالمعرض. هلا نحن كل يوم عم نوزع شغلات لها علاقه، مثلا امبارح كنا عم نحكي عن غاباتنا بالزبداني اللي لساتها موجوده، قبل عم نحكي عم نقدم للعالم مثل بروشورات لتحمي من الحرائق يلزقوا على سيارات، شغلات لأطفال المدارس مثلاً الحصص تبعهم وكذا، وكمان محطوط فيها أنه قدي أهمية الشجرة، الشجرة شو بتقدم شو بتعطي، قديش الزهور ممكن تعالجك من أمراض، يعني قديش أهمية النحل اللي بتغذى على هالرحيق، هيك شغلات عم نحاول نعمل وعي توعية ثقافي يعني ونحصل على متطوعين أكثر لفريقنا طبعاً لأنه هذا المركز يلي فيه كل العالم عندهم نفس الاهتمامات تبعنا. فكتير عم نقابل ناس يعني أنه منا ننضم لفريقكم، أنا بشتغل بموارد المياه مثلاً إذا بكون تسقوا بعد الزراعة نحن موجودين، يعني هيك شغلات كتير حلوة وإيجابية. أكيد نور الدين خبرنا أكثر عن الفريق، فريق مجد التطوعي الموجود اليوم ضمن المعرض، عددكم، شو هي الاختصاصات الموجودة، كيف اليوم عم توزعوا المهام بما أنه اليوم أنتوا بالتنسيق؟ تمام، بالنسبة للفريق هلأ في عنا حدا منظم هو طبعاً من قسم الأدوار بالتساوي تقريبا بيكون عددكم كبير اليوم تماما. احنا عدد يعني مناسب لاي فعاليه كانت موجودين بكل الوقت كل الاختصاصات اليوم تماما. تقريبا مثلا 2 او 3 الصبح و3 بالليل تماما، ونور دائما هيك عم يدير هون نقص ورود حطوا لي هون نقص كذا تمام. وزعوا للعالم عطوا هيك يعني شغلات حلوه طبعا تمام. كمان عندنا اعلام سوريا، نحن مو فريق تطوعي ما بصير ناخذ مصاري، فبيجوا الاولاد الصغار بدنا علم سوريا، اللي روح عن جارنا هداك اشتري بزور، اذا اشتريت بزور من عنده لك من عندنا على مهدية 2000 ليرة يعني عم بتجيبي بزور بتجنن تزرعي بالبيت بطيخ بندورة شغلات يعني قديه لازم هلا بهاي الفترة يعني كرمال جاري اليوم اقتصاديا. طيب غالية اليوم وقت بنقول تطوع ثقافة تطوع، واليوم هاي الثقافة يعني صارت منتشرة جدا ببلدنا خلال الظروف اللي مرقنا فيها، يعني ما كانت سهلة وعلمتنا اصلا شو يعني تطوع وكيف نحن نكون متواجدين على الارض. اليوم اي حدا حابب يكون معكم، هل اليوم في شروط؟ هل اليوم متطوع؟ شو لازم يتميز؟ ما في اي شروط، ان عمرك 50 سنة او عمرك 20 سنة، ان كنت مثلا دائما في ساعات بالشهر تبعك او باليوم او بالاسبوع تبعك فاضيه. كثير عالم من شعبنا احيانا فاقدين الامل هذا الشيء، وانا واحده منهم كنت، يعني كثير عالم بيعرفوا قصتنا نحن كيف بلشنا الفريق وكانت في قصه يعني شوي ماساويه وراها، ولكن هو هذا العمل التطوعي هو اللي بحسسك بقيمه الحياه، بيعرفك على ناس ثانيه بتألهمك انه يا الله انا شو مشاكلي قدام مشاكل هالناس يلي عم بتساعد، انه انا غيرت ببلدي شوي، انا لما مرقت بهالحياه عملت تغيير لو صغير اتركه وراي بالدنيا، وهذا الشيء يعني بتخيل كثير بيريح النفس وبيريح الروح وبيعطيك هدف وسبب لوجودك بالحياه، كثير عميق اكثر يعني من انه هيك حياه عاديه بس نشتغل نعمل مصاري ونتجوز ونجيب اولاد. نعمل صح. دينا كلمه منك اخيره اليوم لكل حدا حابب يزور المعرض، شو بتخبره اكثر؟ خبرنا يعني على الاجواء بشكل عام عن الاقبال والحضور. هلا بدي اي حدا لسه ما نزل المعرض ينزل المعرض، في اجنحه كثير مميزه، في شغل جديد، في مشاركات خارجيه، في كثير اجنحه مميزه بشيء هي مختصه فيه، يعني حابه تشرحه قدام الناس. بدي اي حدا ما نزل للمعرض يزور المعرض، واجواء كثير مميزه وحلوه ان شاء الله. غاليه هيك كلمه اخيره من حضرتك اليوم، خلينا نقول للمعرض، خلينا نقول لثقافه حمايه البيئه ايضا.
احموا قد ما فيكم شجرات، ازرعوا قدام بيتكم، ازرعوا اذا حدا ولد، اذا حبيت حدا، اذا بدك تنجح على نية اي شيء، كل ذرة اكسجين صدقة. انزلوا على المعرض كلياتكم، ادعموا هذا الشيء الحلو، خذوا نباتات باسعار رمزية لبيوتكم، اضيفوا روح لبيتكم. ويعني بدي اتشكر الاخبارية، بدي اتشكر كل الاعلام السوري اللي فعلا دائما بحاول يغطي ويساعد ويضوي على هدول الاشياء. وبتشكر زيارتك على جناحنا هذيك المره، يعني واجبنا لليوم اكيد ان شاء الله أكيد. واجبنا اليوم نكون معكم، وهذا جزء من عملنا انه نحن نروح لتغطيه هدول الفعاليات وتشجيع لكم. اليوم نحن بنكمل بعض غاليه، اكيد بنكمل بعض. وكمان بس بدي اعطي شكر فضلي. لفريق مجد كل فرد فيهم، لانه نحن مثل شجره كل غصن اخر شيء، يعني عم نعمل شكل كثير حلو مع بعض. نصلوا المحافظات، المحافظات نحن طبعا اول ما بلشنا بكل محافظه سوريه عندنا فريق الحمد لله، ولكن بسبب الظروف هالاخر شيء يعني هدول السنتين الماضيين كان صعب علينا السفر والروحه والرجعه، والتهينا بين حرائق وزلزال والف قصه، ولكن نحن طبعا موجودين بكل مكان لانه مجد هو فكر اخر شيء، فكره وتجمع وفكر. كل الشعب السوري يعني يا مش معنا شجره تثمر اكثر وتمتد. بالمعرض نشوف سيدات مثلا كبار تقول لي انه انتم في، انا في عندي شجرات زرعتهم هي السنه، ممكن ابعث كون على فريق مجد صورتهم وتضيفون للمليون تبعكم؟ قلت له طبعا، ما هو أفضل زرعوا بأرض سوريا هدول الشجرات، فشغلات يعني مثل هيك. أكيد بالختام نشكركم، يعطيكم ألف عافية على جهودكم اليوم إن كان ضمن المعرض أو حتى مشاريعكم بالأيام العادية. شكرا لك لأنسة غالية طبع مؤسسة فريق مجد التطوعي، وأكيد نور الدين شربجي مسؤول التنسيق في المعرض، أهلا وسهلا فيكم. شكرا لك. أهلا وسهلا. شكرا اليوم لحضوركم وغالية، هيك تحية من خلالك ومن خلال نور الدين لكل فريق مجد، لكل الشباب والصبايا المتواجدين على امتداد المحافظات السورية. يعطيكم ألف عافية، ناطرينكم ببصمتكم اللي نحن متعودين عليها، ومن خلالكم اليوم نرجع نجدد الدعوة لكل حدا عم يشوفنا لليوم لزيارة معرض الزهور بحديقة تشرين اللي رح يستمر حتى 14 شهر تموز القادم. نهاية صباحنا لليوم معكم، إن شاء الله يكون ضيوف خفاف على قلوبكم وبيوتكم، وقدرنا نقدم لكم المعلومات اللي بتهمكم بحياتكم اليومية. مثل ما بلشنا هذا النهار بالأمنيات الجميلة رح نختم فيها أكيد، تمنياتنا لكم بالخير الصحة والرزقة الكريمة وراحة البال، كونوا بخير، باي باي. أكيد شكرا لك يا رشا، وأكيد مشاهدينا حاولنا اليوم نعطيكم شوي من الأجواء الموجودة اليوم ضمن معرض الزهور الدولي. هذا المعرض هو من أقدم المعارض اللي دائما يمكن في له ذكرى بحياة كل الناس، فهو فرصة لكم لأولادكم لكل يلي بتحبون لحتى تروحوا وتقضوا أجمل وقت وتاخذوا ذكرى حلوة. إن شاء الله يا رب سوريتنا دائما بتكون عامرة بالحب بناسها الطيبين. مشاهدينا مشوارنا الصباحي انتهى معكم، شكرا لكل حدا تابعنا ولكل كادر الأخبارية السورية. موعدنا بيتجدد معكم بكرة، وتبقوا بخير، باي باي.